اجبرنا ان احنا اتبعت اسمين بس او حجزوا اسمين بس، فاجبرنا ان احنا نلعب الدور التمهيدي. ما كانش صح ان الاهلي يلعب دور تمهيدي، ولكن خلاص وقع الموضوع وحصل. كان نفسي نستغل الدور التمهيدي ده في اننا نسجل اكبر عدد من الاهداف، بحيث احنا عايزين نضرب رقم مزين، لان احنا دايما شغالين على الارقام الكاسيه فارس وانت عارف. لكن اكيد مباراه كتير كان فيها ايجابيات مش بس طبعاً الفوز. طبعا المباراه كان فيها ايجابيات كتير، حابين نتكلم على بعضها زي مستوى رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه، انا بالنسبه لي رامي ربيعه انا المدافع المفضل بالنسبه لي من سنين. يعني انا دايما بذكر ان رامي ربيعه الكواليتي بتاعه في مكان تاني خالص. وانا حابب اقول حاجه يا احمد في النقطه دي، رامي ربيعه واحمد حجازي بالنسبه لي هم في تصنيف، وياتي من بعدهم باقي المدافعين المصريين في تصنيفات مختلفه بيجتهدوا، ولكن رامي ربيعه محتاج الفتره الجايه يبعد عنه الاصابه. يبعد عنه الاصابه. اي حد هتساله يقول لك رامي ربيعه تبعد عنه الاصابه، انت مش محتاج حاجه. انت عارف الاصابه دي حرمته من حاجات انجازات هو كان يستحقها. يعني هو لما كان مع منتخب الشباب مع الكابتن ربيع ياسين وصل النهائي وخدنا البطوله اللي كانت مقام في الجزائر، واتصاب قبل الصعود لكاس العالم. في الاولمبياد مع الكابتن هاني رمزي كان برضه مساهم لغايه نهايه مشوار التصفيات واتصاب قبل الاولمبياد، وفي كاس العالم شارك في المباراه الاخيره مباراه الصعود كان هو واحمد حجازي، وبرضه الاصابه حرمته من كاس العالم. ثلاث استحقاقات كان المفروض رامي ربيعه يكون متواجد فارس، لكن الاصابه اللعينه اللي نتمنى انها تبعد عن كابتن رامي ربيعه، لان كابتن رامي ربيعه زي ما قال فارس هو وحجازي في مكانه مختلفه تماما عن بقيه المدافعين. وتحديد المباراه دي تقريبا اعلى معدل قطع كرات بالظبط 90% نسبه تمريراته الصحيحه، بناء الهجمه والتدرج بيها بشكل مختلف، محاولاته على المرمى. رامي ربيعه مدافع متكامل ان شاء الله باذن الله يقدم افضل للفريق في الفتره الجايه. ثاني حاجه، علي معلول زعلان ولا مش زعلان؟ علي معلول عملها قبل كده في ماتش الجونه اعتقد، سجل هدف برضه ما فرحش بيه. المباراه كانت سهله يا جماعه، ركله جزاء لعلي معلول في مباراه زي دي مباراه سهله. واعتقد علي معلول هو بنفسه اعلن ان هو سعيد ببقائه في النادي الاهلي، ويتمنى نهايه حياته الكرويه في النادي الاهلي، والنادي الاهلي سعيد بعلي معلول ومتمسك بعلي معلول. ولكن تعرف بعض الناس بتبدا تاخد من ملامح سجل هدف وصنع هدف في المباراه دي يا احمد، وهو مزاجه مش رايق والكوره اللي عملها لاحمد الشيخ الهدف الرابع اعتقد دي ما تطلعش من علي معلول الا وهو رايق. وكمان في التدريبات في لقطات ليه وهو بيلعب مع بنت احمد فتحي بالزبط. والهزار والروح الجميله اللي بين الفريق، ما اعتقدش ابدا ان ده وقت نصدر لنفسنا فيه ازمات، ولو الاعلام صدر لنا ازمات احنا مش هنسمع. اكيد احنا جمهورنا واعي وواعي جدا كمان للنقط دي، وبيحب علي معلول وعلي معلول بيحب النادي الاهلي، وان شاء الله بقاء في النادي الاهلي، وان شاء الله يتالق زي ما تالق الموسم اللي فات. وبما انك ذكرت كابتن احمد الشيخ، الحقيقه كابتن احمد الشيخ جاي عوده. انا بالنسبه لي بكمل على كلامك في مؤمن زكريا وكابتن وليد سليمان، انا اعتقد الجناح الموجود في النادي الاهلي حاليا اللي هو اقرب لصناعه تاريخ في تسجيل الاهداف هو احمد الشيخ. احمد الشيخ لو خد مساحه وفرصه رجله حلوه جدا على المرمى، وبيقدر يسجل خاصه مع تحركات ازارو او تحركات جون ارجاي لو لعب راس حربه بيبدا يخلق فرص للاجنحه. احمد الشيخ بيقدر يستغل دي بشكل كويس بالظبط يا احمد. وانا سعيد بمعسكر اسبانيا جدا، معسكر اسبانيا استفدنا منه مستر مارتن لازارتي، اتكلم على حاجتين، اتكلم على حسين الشحات واتكلم على احمد الشيخ، والاثنين فعلا في طريقهم ان هم يبقى جزء مؤثر جدا في النادي الاهلي زي ما هو اتكلم. بس انا عايز اسالك سؤال، انا بس قبل معسكر اسبانيا فضل. احنا مش كنا بنلعب برضه فرق صغيره وكده؟ والاعداد بتاعها نتج عنه ايه؟ زي ما احنا بنقول من يضحك اخيرا يضحك كثيرا ان شاء الله نضحك خير. حسين الشحات بدا يذاكر من كتاب محمد بركات ولا لسه شويه؟ كنت هقول كده والله، حسين الشحات حبيبي طبعا، وانا انت عارف انا براهن على كابتن حسين الشحات، وانا قلت ان السنه دي كانت سنه صعبه على حسين، او نص الموسم ده كان سنه صعبه على حسين. فكره ان انت تبقى شايل على كتفك عبء فكره الصفقه اللي بمنتهى الامانه انا مش فاهم ازاي الناس قدرت تصور ان الصفقه دي ب 160 مليون وشويه ب 140 مليون، الا اذا هم لسه مفكرين ان تغيير الدولار ازيد ب 10 جنيه. لو هم لسه مفكرين على الحسابات دي يبقى هو يوصل ل 140. والله يا احمد انا ليا رؤيه مختلفه تماما، قيمه الصفقه ماليا كتير او صغير مش بالرقم، هو بالفاعليه اللي هتحققها الصفقه. لو صفقه بسعر مالي مرتفع جدا واللاعب حقق ارقام فعليه خدمت الفريق فاعتقد الصفقه هنا رخيصه، العكس لو صفقه قليله واللاعب ما حققش النتائج المرجوه فهنا صفقه غاليه. بالضبط. وان شاء الله باذن الله صفقاتنا كلها تبقى نتائجها الفنيه مبشره ان شاء الله. وواضح ان حسين الشحات باذن الله زي ما قال مالتن لاسارتي ان هو هيقدم موسم مختلف، موسم فعلا على طريقه كابتن محمد بركات. نتمنى بس الاستمراريه والاصرار على انه يخلق لنفسه اسم كبير وسط اساطير النادي الاهلي.